دكتور بان، اليوم شنو المنهجية المتبعة في رياض الأطفال الحكومية؟ طبعا بداية قبل ما نتكلم عن المنهجية نتكلم على هاي المرحلة اللي جدا ضرورية. أكيد. المرحلة العمرية اللي من 4 سنوات إلى 6 سنوات، المرحلة اللي تبني شخصية الطفل. احنا نريد نبني جيل كامل نعتمد على هاي المرحلة، انه هاي المرحلة رح الطفل يبدي يستقل، انه ذاتيا يتعلم، ذاتيا يعتمد على نفسه، يطلع من نمط انه كيف أمه تؤدي واجباته، أمه تنطي، أمه لا، لح ينتقل من مرحلة البيت إلى مرحلة العالم الخارجي بصورة عامة. هو لح يجي محمل بالسلوكيات، إحنا بدورنا نعدل هاي السلوكيات إن كانت خاطئة وإن كانت صحيحة، إنه نحاول نطورها أكثر فأكثر. المنهجيات اللي نتحدث عنها برياض الأطفال، إحنا كحكومية عندنا منهج خاص وزاري يتبع بجميع رياض الحكومية في العراق من الشمال إلى الجنوب.